بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحر رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافة الأنحاء، وفي كمان نشاط للرياح إنما محدود على بعض المناطق، وده مع استمرار نسبة ارتفاع الرطوبة في الجو. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس ودرجه الحراره اللي مكمله معانا لحد امتى؟ بالفعل اليوم هيبقى في استمرار لارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه. اليوم المتوقع العظمى على القاهره الكبرى في الظل هتكون 37 درجه مئويه عظمى فتره النهار، بالاضافه كمان ان احنا لسه متاثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه. ففي ارتفاع في نسب الرطوبه في اغلب انحاء الجمهوريه. ارتفاع نسب الرطوبه بيزود دايما احساسنا بارتفاع درجات الحراره، فيخلينا نحس 37 المتوقعه اليوم لو تكن 40 درجه مئويه فقط بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، لان دايما نسب الرطوبه بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من المقاس في الظل بحوالي من درجتين لاربع درجات على اختلاف نسب الرطوبه من محافظه لمحافظه. ويمكن احنا عندنا ارتفاع نسب الرطوبه اللي بتوصل ل 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، من 80 ل 90% على القاهره الكبرى والوجه البحري. فاغلب المناطق وخاصه المناطق الشماليه فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، ده عامل مهم جدا. تعتبر كمان درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين الى ثلاث درجات. عشان كده في استمرار الاجواء الشديده الحراره الرطبه في معظم المحافظات وخاصه المحافظات الداخليه، يعني الوجه البحري والقاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. اجواء نقدر نقول حاره رطبه على السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط ده فترات النهار، خاصة كمان ان احنا فترة النهار في زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس بشكل كبير، يعني في كمية اشعة شمس بيوصل الارض بشكل كبير، ده بيساعد على تسخين او بيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. الموجة دي مكملة معانا لحد امتى يا دكتور؟ ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة مكمل معانا على الاقل لنهاية الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني يمكن لحد الجمعة اللي جاية مكملين في ارتفاع درجات الحرارة. ممكن نلاحظ يوم السبت والحد ان درجات الحرارة قيامها انخفضت انخفاض طفيف، لكن وجود نسب رطوبة هي اللي هتخلينا نحس ان لسه الاجواء مكملة. ومرة اخرى كمان بعد يوم الحد هترجع تاني قيم درجات الحرارة ترتفع، فعلى مدار الاسبوع المقبل لسه مكملين في الموجة دي والاجواء شديدة الحرارة الرطبة فترة النهار في معظم الانحاء. خلينا نأكد كمان ان فترات الليل هتظل الاجواء فيها اجواء نقدر نقول مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه، لان فترات الليل في معظم الايام بيكون هدوء فيه سرعات رياح او فيه هدوء بسرعات رياح بشكل كبير، ده بيؤدي لمزيد من الاحساس بنسب الرطوبه، غير ان احنا اصلا عظمه الرطوبه بتبقى فتره الليل، فاحنا فتره الليل بدانا نحس بارتفاع درجات الحراره والاجواء المائله للحراره الرطبه في اغلب انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان طبعا لسه مستمر معانا تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي الشبوره المائيه لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لازم ناخد منه لو احنا مسافرين على الطرق. يمكن اقل المناطق يعني درجات حراره في جمهوريه مصر العربيه تعتبر المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. انا كنت لسه اسال حضرتك دلوقتي ايه الاماكن اللي نقدر نخرج فيها ويبقى الجو فيها انسب شويه، رطوبه اقل، درجه الحراره اهدى، فنقدر نستمتع فيها. هي قيم درجات الحراره في المحافظات المطله على البحر المتوسط طبعا هي اقل درجات حراره بنسجلها في الجمهوريه، بتتراوح ما بين 31 ل 32 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن طبعا بتبقى اعلى رطوبه بسبب قربها من البحر المتوسط. فاحساسنا بدرجات الحراره ده بيوصل احيانا ل 36 درجه مئويه، وتعتبر برضو اقل من المناطق الداخليه، غير كمان ان حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله، وايضا البحر الاحمر مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فنقدر بشكل كبير نستمتع على الاجواء وخاصه في المدن المطله على البحر المتوسط اللي تعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه. بس لازم طبعا واحنا بنستمتع بالاجواء ناخد بالنا
لان احنا الفترات الطويله في ارتفاع درجه حراره الجسم، يعني فتره النهار مع فتره الليل او الايام الطويله، لان الموجه طويله معانا بشكل كبير ممكن تاثر بشكل سلبي على صحتنا. فلازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر. الوقت ده اللي بيكون فيه ذروه ارتفاع درجات الحراره في اليوم، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان. لو اضطريت ابقى موجود في الشارع او حتى موجود على البحر، بلاش اتعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر. لازم يبقى فيه غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. وبلاش كمان اقف يعني تحت اشعه الشمس لفترات طويله بشكل كبير خلال فتره النهار. كمان لازم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم الميه. إزازة الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. وطبعا نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس قطنيه فضفاضه فاتحه اللون، ولو اقدر اكون موجود في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه. ناخد بس احتياطاتنا بشكل كبير عشان ما نتاثرش بالموجه. طيب في ظل يعني الظواهر الجويه اللي احنا بنتعرض لها مع موجه الحر اللي موجوده، في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هل محمل باتربه؟ لا، هو في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، لكن كمان مش هنحس بيه بالشكل الكبير. يمكن يعني متوقع اليوم يكون نشاط الرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى تحديدا، هنحس بيه فترة المساء تحديدا، وبعض المناطق من شمال الصعيد. لكن نشاط الرياح دي هي كتل هوائية شمالية زي ما قلنا في الأول، قادمة من على البحر المتوسط، غير مثيرة لأي رمال وأتربة. احنا بس ما عندناش غير ارتفاع درجات الحرارة، باقي الظواهر الجوية مش هتأثر على أي أعمال أنشطة يومية، هو فقط ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. ويمكن دي موجة بيشهدها العالم كله، بنسجل درجات حرارة قياسية في دول العالم، بتبقى درجات الحرارة كمان أعلى من جمهورية مصر العربية. خلينا نقول إن بعض الدول في أوروبا بتسجل قيم درجات حرارة في الظل بتوصل ل 42 و45 درجة مئوية، يبقى أعلى من قيم درجات الحرارة اللي في جمهورية مصر العربية وتحديدا اللي في القاهرة الكبرى. لأن احنا الحمد لله ربنا حلينا بوجود البحر المتوسط. البحر المتوسط ده دايما أي كتل هوائية شديدة الحرارة وحتى كمان في فصل الشتاء لما بتمر عليه بيحصل لها تعديل لقيمها وبتوصل لنا قيم درجات حرارة مختلفة. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 37 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 38 25، اسكندرية 32 24، العلمين الجديدة 31 24، مطروح 31 24، ودمياط 35 24، بورسعيد 34 24، والإسماعيلية 39 25. السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 34 24، كاترين 36 18، وطابة 38 26، حلايب 38 28، وشلاتين 39 27، شرم الشيخ 40 30، والغردقة 40 29. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 39 والصغرى 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 44 28، وأسيوط 41 27، سوهاج 43 27، قنا 43 28، الأقصر 44 29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لباسنتون أحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا لدكتور منار غانم.